أقل من محافظات كتير شغالين صحيح هنا. صحيح. على أي حال خلينا نروح دلوقتي لواحد من العاملين هنا، وهو عامل النجارة فريد محمد عفيفي. خليه يحكي لنا عن شغله هنا في المنصورة الجديدة، يحكي لنا عن أحفاده، يحكي لنا عن أحلامه، حكايات كتير قوي هنسمعها من عم فريد محمد عفيفي. الصبح مغزى الشطف اشوف بدش الصبح عادي، واركب الاتوبيس على الشركه ويجيبني، وابتدي شغلي بقى عادي زي الناس اللي معايا دي. ابتديت وانا كان عندي 12 سنه، يعني جبتها من بعد ما طلعت من سنه 6 لحد دلوقتي هذا. متجوز وما شاء الله معايا محمد ومحمود ومصطفى ومريم، ومعايا حبيبي مصطفى وفريده. اتمنى له برضه ان ربنا يكرمه كده ويدرس في الجامعات اللي انا بعملها دي كده، وعشان يشوف شغل جده. احنا شغلنا بيتم الاول بند فيه بناخد فيه العلبه، نوزن العلبه ونسلمها، وبعدين اعمل الطبقه العازله اللي هو بتاع الصوت، وابتدي بقى التجاليد اللي انت شفتها سيادتك دي. وقفت على البنك ده هي اساس الشغل، انا افصل وهم بيطلعوا بس ايه يركبوا ويستفادوا مني. دي بتاع الشمال، دي يمين، دي مقاسه كذا، دي مقاسه كذا، تاخد المقاس من هنا، تجيب لي المقاس من هنا، تعلمني الخلع علبه الكهرباء دي من هنا، تعلمها لي من هنا. اول ما اجي الصبح لازم اعمل الشاي الاول، لازم ابتدي في الشاي، ماشي بالشاي الاول، ونبتدي بقى نوزع الشغل ده، يطلع السقاله ديت، يطلع السقاله ديت، وانا مكاني ثابت هنا زي ما انت شايفني كده. ده ديسك قطعيه، دي مافل صينيه لازم تمشي على المسطره دي. الالات اللي انا بستخدمها لازم يكون اساسا معايا الديسك ده الاول الكبير ده والمافل ده، دي المسطره اللي بيمشي عليها المافل عشان يطلع قطعيه عدله. من غير المسطره دي المفروض ده بيطلعش قطعيه عدله. انا خدت الصنعه بصراحه، ما انا بقول لك من اولها خالص، بس انا طورت نفسي فيها بنفسي، يعني ما شاء الله. انا كنت اول ما بدات كنت بتاع شباك وشباك بس، طورت نفسي مع بتوع النابوليه، بقيت بعمل مطابق، اعمل اوض نوم، طورت نفسي، بقيت اخش في التجاليد. ما هو الانسان الصنعه لازم تكون غاويها، وطول ما انت غاوي الصنعه هتديك، مش غاويها هتفضل محلك زي ما انت واقف. يعني لازم تحب الصنعة عشان الصنعة تديك. أحفادي مصطفى وفريدة، نفسي أشوفهم أحسن منه ومستقبلهم يكون أحسن من مستقبلي.